منتصف الشاشة. إيقاف التكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، معكم أخوكم ظاهر الويش. اليوم نحن رح نستعرض سوا ونتعلم شلون طريقة التحكم عن بعد. طبعا برنامج الـ NVDA في ميزة جديدة طلعت يعني من فترة يعني، وفي بعض الأشخاص ما بيعرفوه، أنه أنا بقدر أتحكم بجهاز آخر أو هو يتحكم بجهازي أو العكس، عن طريق إضافة للـ NVDA اسمها التحكم عن بعد. طبعا أنا فيني نزل له برامج، وفيني نزل له كل شيء، يعني كأني أنا عم بستخدم الكمبيوتر. لو كنت أنا بسوريا بالشام، هو كان بالسعودية، كان بالإمارات، وبدبي، بالأمريكا، وين ما كان هو، لأنه عن طريق النت. طب احنا رح نتعلم شلون نضبط هاي الخاصية بالـ NVDA. رح نبدأ مع بعض، بس للأسف ما لقيت حدا انه يكون فاتح انه يضبط معي، بس انا رح اعطيكم الصورة. هي سهلة جدا ان شاء الله، هي للمبتدئين. ما بعرف، في عالم تعرفها وفي عالم احنا ما بتعرفها، احنا رح نساويها للعالم هاللي ما بتعرف هالشي. طبعا هي الفكرة اني انا بقدر شخص مبتدئ وشخص تاني متمكن من الكمبيوتر انه ما بيقدر انه يضبط الكمبيوتر، او في عنده مشاكل، انه المتقدم بيقدر يساوي للمبتدئ من عنده الكمبيوتر، يضبط له اياه وينزل له برامج حتى، ويعيد اقلاع الكمبيوتر، ويعيد اقلاع NVDA، ويضل كمان مرتبط معه، بشرط اثنين يكون عنده النت. تمام، هو لانه عن طريق النت. وتدعونا الي وللي عم يرفع هالمحاضرات بعلم الغيب ان شاء الله، بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا هيك، لنبعد الموبايل عن الكمبيوتر. هلا هون skip 6 desktop هلا احنا بدنا نفتح برنامج الـ NVDA، والشخص الثاني بده يفتح برنامج الـ NVDA. تمام، تفعيلات قائمتي فرعيه، ادوات قائمتي فرعيه. بدنا نروح على الادوات، التقرير، بنروح سهم يمين، نطلع لفوق سهم التحكم عن بعد قائمتي فرعيه. التحكم عن بعد، في منا انجليزي، بس يعني في عالم بتقدر تنزل له اضافه عربي. نضغط انتر، اتصال. اول ما ضغطنا انتر قال لي اتصال، نعطيه انتر. متصل محاوله عن طريق وسيط زر اختيار محدد. قال لي متصل عن طريق وسيط محدد، هي ما منغيره. نتحرك بالتاب، التحكم في جهاز اخر زر اختيار محدد. التحكم في جهاز اخر، اني انا بدي اتحكم بجهاز الشخص اللي الثاني، الشخص اللي بدي ارتبط معه. إذا نزلنا بالسهم، أسمح لجهاز آخر التحكم في جهازك زر اختيار محدد. بتقول لك إياها، أسمح لجهاز آخر التحكم في جهازك زر اختيار محدد. السماح لشخص آخر التحكم بجهازك مبينة، يعني تمام إنه واحد بده هو يتحكم بجهازي. لحنا خلينا هاي، التحكم في جهاز آخر زر اختيار محدد. التحكم في جهاز آخر محدد. بالسهم طبعا نزلت وطلعت، بنمشي تاب. طبعا إذا بدي أتحكم بجهاز حدا بحط التحكم بجهاز آخر، إذا بدي حدا يتحكم بجهازي بنزل بالسهم. هلأ أنا بقول له للشخص الثاني، بقول له اللي بدي يتحكم بجهازه، نزل سهم، أسمح لجهازي آخر التحكم في جهازك زر اختيار محدد. تمام، بقول له نزل سهم، التحكم، بقول له نزل سهم وحط تاب. هلا انا ضليت على هي، التحكم في جهازي آخر زر اختيار محدد، التحكم بجهاز آخر، بمشي تاب، المضي في تحرير www.dell.com. تمام، انا حاططه هذا المفتاح. شوفوا شو بدكم تكتبوا هون، بدكم تكتبوا هون، هو الشخص بده يكتب وانت بدكم تكتبوا. هي بس اول مره بتنكتب، هي بس اول مره، يعني لو ربطت جهازك بجهاز غيره، او حدا ربط غيره، او انت بدك تربط بجهاز غيره، خلاص هي بس اول مره بتنكتب. في عالم بتكون مكتوبه عندها الاضافه، وفي عالم مو مكتوبه، بس نحن رح نتعلم شو هي. w نقطه دوت n n v v t d
A A R R تمام A R R E E M M O O T T E E نقطة نقطة C C O O M M يعني رح ارجع اقول لكم اياها انا تفرجوا W W W W W نقطة دوت NVDA N V D A هلا ريمونت R R E M M O T T E E ريموت نقطة نقطة C C O M M هذا الموقع تبع الـ NVDA تبع النت نتحكم عن بعض نربط الأجهزة نضغط تاب المفتاح تحرير خالي هلا هون عم بيقول لك المفتاح تمام فيك انت وياه تتفقوا على مفتاح فيكم تتفقوا على مفتاح مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ماشي طب هي سبعة قبل ما هي هلا هي انا اخذته هذا نسخته مشان الصق لكم اياه وين ما بدكم بعدين تستعملوا هلا بعد ما المفتاح تحرير مليون ومئتان واربعون وثلاثون الفا وخمسمائه وسبعه وستون محدد تمام حطيت انا من الواحد للسبعه بمشي تاب انشاء مفتاح زر هلا هون لما بيقول لك انشاء مفتاح لا تقرب عليها هاي الانشاء مفتاح اذا انت ما بدك تحط مفتاح بتضغط عليها النت بيعطيك مفتاح بيعطيك مفتاح بتاخده انت وبتعطيه للشخص الثاني اللي بدك تربط معه او اللي بده يربط معك بتحطوه هون بس انت خلص لحنا حطينا مفتاح لحنا غنيين عن هاي الشغلة انه يعطونا مفتاح حطينا من الواحد للسبعة انتو تختاروا الرقم اللي بدك اياه بنمشي تاب موافق زر صار في عنا كلمة موافق مسافة سكيب 61 دا 1973 قائمة محتوى المحادثة قائمة طلعت موسيقى تبع الانفيديا توت انه اتصل هلا لحنا خلينا في شغلة تانية انا ليش نسخت هذا الانفيديا لك قائمة بس خلينا نروح كفابيلاتي قائمة فأدوات التحكم عن بعد اتصال غير متاح اتصال غير متاح لانه اتصلنا صار متصل ما فيك تتصل بننزل بالسهم لحنا هلا بدنا مشان اذا طفى الانفيديا او اعادة اقلاع الكمبيوتر انه يرجع مربوط شلون بقى هاي شوفوا شلون مشان ما تربطه مره ثانيه شوفها قطع الاتصال في عندك قطع الاتصال ما دخلنا فيها كتم الصوت فيك تكتم الصوت عنه للشخص ارسال محتوى الحافظه في ارسال محتوى الحافظه انه فيك تحفظ حافظه اللي بعلمكم عليها الخيارات في الخيارات بنضغط عليها انتر خيارات محاوره الاتصال تلقائيا عند بدء تشغيل مربع تحديد غير محدد الاتصال تلقائيا رد عدلكم اياها الاتصال تلقائيا عند بدء التشغيل يعني اذا شغل الام في دي اي او طفى او شغل الكمبيوتر على التشغيل تلقائيا منحدده مسافه محدد تمام نمشي تاب المضيف تحرير خالي هون المضيف هلا شو المضيف انا بدي احط مثل ما اتفقنا تبقى نسخ لصق خيارات محاوره المضيف تحرير www.com تمام M O E انا نسخته وحطيته W W W نقطه L V T A R E M O T E نقطه C O M خالي تمام خلينا نبطئ شوي حدة صوتي ثلاثة مستوى صوتي 80 الصوت سرعتي قراءة 5 سرعتي قراءة 35 خالي هاي رح أدلكم إياها M O هيك W W W نقطة L V T A R E M O T E نقطة C O M خالي بعد ما حطينا هاي المفتاح لحنا عفوا الموقع بنمشي تاب المفتاح تحرير بدنا نحط خالي. المفتاح اللي حطيناه بين بعض واحد اثنين لا عفوا شو ضغط صاد مين كتبه صاد ضغط هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نمشي تاب لعند كلمة موافق هلا إذا طفى الكمبيوتر أو عاد تشغيل الـ NVDA أو نزلت له أنا إضافات بالـ NVDA صار في إعادة تشغيل أو كذا صار مربوط مع بعض
صاروا مربوطين، ما في داعي نحط المفاتيح مرة ثانية. ولما بتخلصوا ما شفتها أنت قطع الاتصال مباشرة، تقطع الاتصال، بس حط قطع الاتصال راح كل شيء. هلا إذا احنا بدنا نتحكم بالجهاز الثاني ونحط اف 11، هلا أنا بقول للشخص اللي أنا بده شو اسمه، اللي بدي يتحكم بجهازه بده يفوت لهون، تمام. هلا أنا بده يفوت إذا قائمة NVDA تفضيلة إعدادات عن أدوات قابلة أدوات عن التحكم في جهاز التحكم، غير متاح. بده يحط اتصال. أنا متصل، ماشي. أنا متصل، ما عاد فيني ساوي شيء. التحكم بده يحط أدوات اتصال، قائمة بده يحط التحكم اتصال. بيطلع له، بيمشي بالتاب على الوسيط، ما بنحرك فيها، بنمشي تاب واحدة بيقول له التحكم بجهاز آخر، بينزل سهم بيقول له التحكم بجهازي، تمام. ما بيحدد شيء ولا شيء، يعني بيمشي بالتاب لعند كلمة بيقول له المضيف www نقطة NVDA نقطة RRE M O T A A عفوا E E مو A E نقطة C O M، تمام. ونمشي تاب بيقول له المفتاح، بيحط من الواحد للسبعة أو أنتوا اختاروا رقم، بيمشي تاب بيقول له المفتاح ما دخلنا فيه، هذا اللي بده يعطينا النت اللي احنا حطينا. بيمشي تاب لعند موافق، برد بيعمل انسير تو ان، بيروح على الادوات، بيروح على كلمه الاتصال بيقول له اتصال غير متاح، بينزل بالسهم، بينزل لعند كلمه خيارات، بيعطيه انتر، بيقول له التشغيل بعد ايقاف، بعد تشغيل الام في دي اي او تشغيل كذا، بيحط له تحديد محدده تكون غير محدده، بيحط برد دبليو 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 نقطه ان في دي اي ار اي M O T E نقطة C O M، بيمشي تاب بيقول له المفتاح، بيحط المفتاح اللي متفقين عليه، بيعطيه موافق. هيك ارتبطوا الأجهزة، تمام. هلا التحكم بالجهاز شو هو؟ بنحط ال F11، اسمعوا شو بيقول لي. هلا إذا أنا ربطت واحد مع واحد تاني، واحد اثنين ثلاثة، ال 11 F 11 عفوا F 11 F 11 هي حط اف 11 عفوا هي اف 11 ارسال المفاتيح، صار قال لي ارسال المفاتيح. هلا هيك انا ما عاد في صوت بجهازي، انا بكون واحد اذا ربط جهازه، تمام، ربطت معه صرت اتحكم بجهازه، بصير بيقرا لي الام في دي اي، الادوات، التعليمات. هلا انا ما في لاني مالي رابط مع حدا، ماشي، بس اربط مع حدا من الكون. هلا هيك طبعا اذا بدي اطلع انا، عفوا عفوا عفوا، طول بالك طول بالك لحظة، انا اذا بدي اطلع منها هاي طبعا بحط اف 11 عدم ارسال المفاتيح، عدم ارسال مفاتيح، اكبوت ادوات قائمة فرعية، رجعت لجهازي، تمام. وعلى فكرة الناطق اللي بيقرأ لك اياه الناطق اللي انت حاطه عندك مو اللي حاطه عنده، يعني بتسمع صوت الناطق تبعك، يعني شو ما حط الصوت بتحط. هلا نتعلم، اذا انا اذا بدي انشر له شي رابط او ارسل له شي شغله مشان ثبته، رسائل غير مقروءه، حسن حسب الرسائل الاخير، جهاتي لا تزال، حسن رسائل غير، حسن حماده، حسن بليغ العس، بلال سويد، لا لا هلا انا رح اتعلم، نتعلم شلون انا اذا بدي اخذ رابط من عندي وحطه عنده وثبت له اياه. طبعا فيني ثبت له اياه، شغل كل شيء، انا بتحكم بالجهاز كاني انا صاحب الجهاز مباشره. بس انا اذا بدي اخذ الرابط شوف، هلا برنامجي من ظاهر، هلا مثلا اخذت الرابط، برنامجي لتجميد الجهاز والمنافس للذيب في الريز، بسم الله، من ظاهر الويش، تمام، سياق الف الف نسخ التحديث،
باخذ الرابط اللي بدي اياه انا من الحافظ عندي من الكمبيوتر من جهاز اللي هي رابط شو ما بدي، وبكون بيني وانا بكون بيني وبينه سكايب، او هو ما عنده سكايب انا على الفيسبوك بحط الرابط. مثلا هو اسمه سبع جديد عالم بحث تحرير، مثلا هو خالد سبع اثنان جديد بمامي خمسة جديد شات، مثلا هو جهاتي لا تزال هو اسمه جهاتي مادام نانا محمد وزود جهات طار او تقنيات شباب ماشي. معناته هو مثلا اسمه ظاهر ظاهر بعمل لصقت الرسالة عنده، اذا هو عنده سكايب، اذا بيني وبينه سكايب لصقت الرسالة عنده، وبروح بحط F11 مباشرة، فوت على جهازه، بس فوت على جهازه، هاي جهازه فوت عليه F11 4 8، هي 11 صار عندي ارسال مفاتيح. تمام، هلا لما عطاني ارسال مفاتيح، بس عطاني ارسال مفاتيح، فتت على جهازه انا، فتت على جهازه، بدي اروح على هاي السكايب. هلا ظاهر مثلا انا بعد بفتح على شغله كاني انا فاتح الجهاز يعني تبعه، تمام انا فاتح الجهاز تبعه بتحكم، انه اجاني جهة اتصال من اجاني رسالة من ظاهر الويش، اجاني رسالة من ظاهر الويش بفتحها خالي من ظاهر الويش www.derma.com، تمام انه ظاهر الويش بعت لي هاي الرسالة. تمام من ظاهر الويش من ظاهر الويش من ظاهر الويش من ظاهر الويش www.derma.com من ظاهر الويش برنامج لتجميد الجهاز. لا هلا هي مثلا هي من ظاهر الويش اجاني برنامج تجميد الجهاز، من ظاهر الويش برنامج لتجميد الجهاز والمنافس للديب في الريس. هلا انا فاتح الكمبيوتر تبعه بضغط تاب http وبحمل عادي وبحمل عادي، وفيني اعمل اعادة تشغيل للام في دي اي، وفيني اعمل اعادة تشغيل للكمبيوتر، بحمل له الرابط وبحمل له بثبت له شايف شلون هيك فتح هلا عندي الموقع برنامج لتجميد معلومات عن قام برفعها ظاهر نوع الملف حجم 3.0 عدد التحميلات 20. تمام هلا هي انه انا اخذت البرنامج تبعه، اخذت عفوا لصقت له يا عنده بالسكايب، ولصقت له يا عنده بالسكايب، فتحت هلا بيم ارسال مفاتيح، هي عدم ارسال مفاتيح، بروح على الكمبيوتر تبعي الحمد لله لقينا شخص نرتبط معه، ارسال المفاتيح عدم ارسال مفاتيح، لا لا عدم ارسال مفاتيح، صرت عندي بالكمبيوتر، صرت بالكمبيوتر تبعي بس اخلي بدي اياه الرابط وبحط له اياه بالسكايب، وبرجع على بحط الاف 11 الاف 11 اللي هي الاف 11 اف 11 ارسال المفاتيح. تمام انه ارسال على كبس فكرت كبس. ارسال المفاتيح تمام عفوا ارسال المفاتيح ارسال مفاتيح، صرت بالكمبيوتر تبعه، تمام صرت بالكمبيوتر تبعه بساوي اللي بدي اياه، وعدم الارسال وهي ارسال مفاتيح، ارسال المفاتيح عدم، حطينا هيك طفيت الام في دي اي وشغلته، وضليت مرتبط انا وياه بالاف اي يرجى الانتظار، تمام وضليت مرتبط انا وياه باعاده التشغيل بالام في دي اي، او اذا طفى الكمبيوتر وشغل في برامج بده اعاده تشغيل وان شاء الله احفظوا بس انتوا المفتاح اللي بدنا نحطه، عفوا مو المفتاح بدنا نحفظوا الموقع ال www، احفظوا المفتاح انتوا بتتفقوا انتوا وياه على بعض اللي بدكم اياه تحطوه، هو بده يحط نفس المفتاح بده يحط، وهي www بس اول مره بتحطها انت بجهازك او بجهازه، وفيك اصلا يعني خلاص انتهى الموضوع، فيك انت ترتبط مع غيره مثلا
خلص هداك قطعت الاتصال عنه، بدك تشوف الزلمه غيره او ترتبط او يرتبط. نفس الموقع نفسه الدبليو دبليو هذا نفسه ان في دي اي ريموت دوت كوم. المفتاح من الواحد للسبعه، من الواحد للعشره، من الواحد ارقام انتم اللي بتحددوها. بس هو بيختلف عندك بس المفتاح، كل كمبيوتر بدك تغير المفتاح بس تبعه، تمام؟ بس تغير المفتاح تبعه او خلص كل بتتفقوا على المفتاح بصير ترتبط مع غيره. وبس بدك تقطع الاتصال مثل ما قلنا، مفوت على اول وحده في الاتصال غير متاح، بننزل بالسهم لعند قطع الاتصال. في طريقه انه تقدر تحفظ نص رساله او كذا عن طريق قطع الاتصال، تحتم منه هون تخزين المعلومات او نقل المعلومات، بس صعبه. بس انا فضلت انه عن طريق السكايب او عن طريق الفيسبوك افضل، انه انا ابعت رساله للشخص نفسه على السكايب، تمام، واخذ ارسال المفاتيح وارسال مفاتيح وفوت على السكايب تبعه وكاني انا يعني كانه هو عم يستخدم، وبشوف الرساله وبشوف الرابط و المدة 20 هدف تسجيل جديد 4 بدء القصف التاريخ تم مع تم ايقاف التسجيل مؤقتا بس. وبعدين ان شاء الله في منها انجليزي هي وفي منها عربي، هي الاضافه هي كانت القديمه انجليزيه، وفي قبل مني شرحها وكتير شرحوها، ما بقى شخص واحد يمكن شرحها وبس، لكن مرفوعه عن طريق الموقع الخليج، وانا حبيت انه انا رد اشرح لكم اياها مشان الكل يستفيد. وأنا أخوكم ظاهر الويش، ولا تنسوني من خالص دعواتكم أنا واللي عم يرفع المحاضرات الصوتية للفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.